السلام عليكم ورحمة الله. أزوف المعون، مرحبا بكم. ما حصل البارح في غرفة الملابس تاع الفريق المغربي، وشفنا أن الفريق المغربي كان يعني انهزم بنتيجة هدفين مقابل صفر، ولكن انهزام كان بطعم بطولي، كان بطعم بطولي، لأن ولا واحد كان يتصور أن هذا الفريق راح يوصل للدور نصف النهائي ويفكر في اللعب من أجل نيل كأس العالم. وهذا يعني كسر الجدار النفسي هذاك، ذاك الكومبلكس والعقدة هذيك اللي عند دول العالم الثالث، دول اللي يقولوا عليها دول صغيرة، سمعت؟ تكسر هذاك الحاج، الناس كانت تشوف روحها تلعب لا فينال، وعلاش لا نلعب لا فينال، وهذا الشيء جميل جدا. هذا ما فرض الاحترام، قلني فرض الاحترام على رؤساء دول العاصمة، بدأها بالرئيس الفرنسي اللي هو يعني كان فريق رئيس دولة الفريق الخصم. شوفوه لما دخل ليفيسيان Et Claude, il était fier, il avait l'impression d'avoir sélectionné la moitié de l'équipe. شفتوا كيفاش يعني كان لقاء داخل حميمي، لقاء يعني خفيف بين رئيس جمهورية ولاعبي الفريق الخصم. ولو يعني فاز المغرب على فرنسا كان قادر يكون نفس الشيء، وكان يدخل يهنيه لأنه رجل عنده روح رياضية. ويكفي أنه اعترف بفريق الخصم وهناه، يعني بعكس شي ناس اللي إلى حد الآن ما هناوش مبارش ما سمعوش باللي المغرب لعب بكأس العالم والحق النصف النهائي، لأنه الناس هذوك راهم ينتظروا باش المقابلة بين الجزائر والكاميرون تتعاود. وعلى على هذيك اللي ما قدروش يهنيه وما سمعوش. بالإضافة إلى ماكرون اللي دخل يعني غرفة الملابس، بايدن، جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تابع اللقاء على المباشر رفقة الوزير الأول أخنوش، الوزير الأول المغربي، ورفقة عدة رؤساء آخرين، منهم رئيس نيجيريا، رئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس ليبيريا جورج ويا، لاعب كرة القدم الدولي السابق، نجم كرة القدم، وهو يعني يعتبر أسطورة لكرة القدم ليبيريا. إذن الرئيس الأمريكي كما نشوفوها على الصورة، نشوفوها على صورة أخرى يكون أوضح، لما يحضر المقابلة تاع كرة القدم ما تجمعش بين بلاده ما هيش في الحساب بين فرنسا ودولة أفريقية المغرب اللي ما كانش داير لها حساب. هذا يخليه انه الفريق فرض الاحترام على الكبار ماشي على الصغار. الصغار الله غالب عليهم عمرهم ما يفهم، سمعتوا؟ وهذيك من بعد عمل فيها تويت بايدن، قال it was a great honor to watch today's World Cup match. مانيش نشوف مليح في الكتيبة،
Donc, it was a great honor to watch today's World Cup match alongside Prime Minister Akhnouch of Morocco. No matter who you are rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. شوف يعني يقول لك هذا كان شرف كبير لي أن أشاهد اليوم مقابلة في كرة القدم رفقة الوزير الأول أخنوش الوزير الأول للمغرب. يقول أنه يعني للفريق هذا المغربي كان يعني ممتاز ريماركابل سمعت ونشوفوا الشوط الكبير اللي قطعه هذا الفريق هذا في عالم كرة القدم. يعني تصور رئيس أمريكا عمل تويت على ماتش على ليكيب بيسموه على ليكيب تاع المغرب وهذا شيء جميل يشرف كل المغاربيين كلنا كمغاربيين يشرفنا ونقولوا ولاو يسمعوا بينا. طبعا واحد اللي حقودي واحد يغير واحد كذا ما ديرش حساب لازمش ديروا الحساب اتجاهلوا سمعت هو راه يدفع في الناس ديالو. يعني تشوف حتى صحيفة واشنطن بوست كتبت على تجاهل هذا الأغبياء الأنذال تجاهل ما يحدث من طرف بلد شقيق ومجاور له عيب. جريدة لو موند نفس الشيء كتبت هذا البارح الناس كلها كتبت على ده عيب وعار ووريتكم ديك النهار قناة تلفزية تكلم في الموضوع يقول لي واحد فواي واحد عريان مش تستنى منه ما استنى منه ولكن الحمد لله الشعب الجزائري شعب بطل بين أنه لا علاقة له بالطغمة الحاكمة بالعراية الحاكمين العصابة الحاكمة وأنه لا يؤثر فيه خطاب العدوانية والعداوة والكراهية والفتنة يأثر في بعض الحابسين الآخر بعد حابس وش راح ندير له أن طاغي أن دموغي وش راح ندير له ما يدواش ما كانش دواء يشربوا حبوب يشربوا باش تروح له هذيك الحبسة ولا قال تعالجوا نفسيا ولا ما كانش يبقى حابس حابس في دماغه الله غالب عليه. وبالمناسبة نقول الإخوان اللي علقوا ما تردوش على الذباب الإلكتروني لما يدخل أولا مليح يدخل الذباب الإلكتروني لهم أغبية مع البلش ولكن يدخلوا يرفعوا لي عدد المشاهدة وبالتالي يدخلوا الدراهم زيادة إذا هما يدخلوا لي الدراهم شتو كيش الأغبية يعود يعملوا عليها باش يفقروني وما يغنيوني ويدخل بعد باش يسب ما عنده حتى تأثير عليا سب أنا روحك لأنك ما عندك والو في دماغك وهذا واش يبي كان واحد بعد يعدي بالفيتوس تك 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 يقتلهم. دونك الإخوان ماذا بكم ما تطولوش ما تردوش عليك. ثانية كان إخوان اللي يحطوا في التعليق جملة عودة 10-15 مرة يلوث الفضاء وبالتالي ما يخليش ناس أخرين باش يعلقوا وباش ناس واحد يلحقوا التعليق ده في المستقبل اللي يكتب تعليق تاعه أكثر من 3 مرات باش تمحى وكي تمحى سير يتبلوك يعد ماهوش قادر يعلق ما تصبحش روحك من هذا الشيء ماذا بكم علق مرة زوج لما الأخ اللي إذا طلع على التعليق يشوف كان سؤال ولا حاجة تستاهل الرد ردوا عليه هذا ما كان فوالا. دونك نختموها مع بايدن وماكرون ونقول لهم بارك الله فيكم انتم عندكم اسبري سبورتيف بعكس شي ناس. وملاحظة فيه بعض المواقع قرحة موقع ولا زوج تاع تواصل اجتماعي وبعض الناس بداو يتكلموا حتى يقل الاتحادية تاع كرة القدم المغربية قال لك احتجت لدى الفيفا على التحكيم وكذا. يعني شوف المغرب طلع للعلالي الفريق هذا يطلع المغرب للعلالي للسماء حطوا ضمن 4 دول العظمى في كرة القدم
باش تزيد كاريداس هذا المربع الذهبي. وبعدين يجيو حاتم يحبوا يبهدلوا به يطيحوا من غير يردوه تاع اي او الحاكم انا راح نحتاج وقت يعاودوا الماتش. البليز هذه حكايه كانت عند العراية نظام العراية في الجزائر حب يلد الشعب هذا المغرب مش محتاج يلد الشعب يا بركه الحق دمي فينال الخير والبركه لو كان الركراكي قبل ما يدخل يقول هو صابط الحق لويتام دو فينال قلنا سي بون اي واحد يقول لك الحق راس دمي فينال واش بحق الحكم واحتجاجات نعاودوا الماتش عمرها ما صرات تعاود الماتش هذه ها وليدي يقلب بصح حنا عندنا عقليه واحده الجزائريين والمغاربه وتوانسه والله راه عقليه واحده شوف وحدتنا حتى في غباء الغباء تاع الجماعه ديالنا تاع الحابسين ديالنا عندنا وحده في كلش عندنا قواسم مشتركه حتى في الغباء وفي هذيك تاع واحد باش يطيح بقيمته يطيح بروحه بدأ لانه هادو ناس يتكلموا هذا الكلام هذا يطيحوا برواحهم فقط لا اكثر ولا اقل يطيحوا برواحهم وانا شفت الاخر استغربت كان يبعثوني قال لي ها واش قلت ما ودي ما كاش منها رحت الموقع تاع الفيدرالية المغربية لكرة القدم ما صدت والو ما كان حتى احتجاج قلت ما كان قال بعثوا لي قالوا بالعربية نحل بالعربية نصيبوا بالعربية ولكن محسوب باللي هذا المقال موجود غير بالعربية انت لما تعمل رسالة احتجاج كاتحادية لكرة القدم اتحادية وطنية يعني. وعندك الموقع ديالك بالعربية وبالرومية ديالو ثاني بالفرنسية وخاصة انه يعني الفرنسيين بما انه المقابلة تاعت مع الفرنسيين حط الصورة تبقى الاصل للرسالة اللي بعثها الفيفا ولا غير دايرها بور لا كونسوماسيون هذاك لوكال باش تلتي الناس الناس ماهمش محتاجين تلتيهم الناس مرتاحين ما تقللش من قيمة الانجاز لما دير هذا الشيء راك تقلل من قيمة الانجاز دار كاين واحد قال ما نروحوا اطلبوا يعاودوا لكم الماتش وروح ديروا مظاهره قدام مقر الفيفا يعني شغل الفرنساوي اللي حطها في فيسبوك يعني روحوا ديروا كيما جيرانكم تركيا لا حنا الجيران حنايا من غالب عندنا عصابه تاع عرايه وعندهم ازلام وكذا ويحبوا يكذبوا ويفرفطوا ويحبوا يديروا كذا منا من بعد تبهدلوا وين راهم راهم مخبيين روسهم تحت الارض بصح قل لي مقصدرين واحد وجههم قصدر ما يحشمش واحد عريان ما يحشمش دونك انا ما نظن باللي واحد اللي يدير هذا في المغرب راه يقلل من قيمه الانجاز وعيب عيب باش ديرها ولا واحد طلب منك دير هذا لا الركراك يتكلم ولا اللاعبين يتكلموا ولا ما سمعنا حتى تصريح رسمي من اللقجة او المساعدين اللي معاه تكلموا قالوا الاربيتر سرقنا الاربيتر دارنا دايا توجو دي فوت داربيتراج بين حنا في وقت الفار سمعت وكان كان هذا الحال كان يطلبوا كان الحاكم الرابع قدام المسيرين المغاربه يقولوا اطلب من الفار يعني كاين ما بقاش نحا دو بيناتي عطاكم لي دو بيناتي هاي وبالش تراتي واحد لا كلام فارغ كلام فارغ المغرب كان قادر يفوز البارح انا نفضل نحتفظ بصوره واحده هذاك الريتورني اللي ضرب في البوطو يسوى 1000 بيوت الريتورني هذاك ضرب في البوطو يسوى 1000 بيوت والفريق المغربي كانت عنده عده فرص انا خالي ما تخش هذا هو الفوتبال نحبسوا هنا ما نبقاوش نرجعوا نكعروا كيما شي ناس لا هي وحنا وربي يقدر الخير للفريق المغربي وان شاء الله يحصل على المرتبه الثالثه ويكون هكذا ديجا راهو في كاريداس خير والبركه ديري بارمي لي كات غران دو فوتبول مونديال فيها بركه واحد يحمد ربي وطموح ان شاء الله ماشي عام الجاي كيما نعملوا كل عام نلعبوا لا الدورة القادمة إن شاء الله يكونوا نضجوا الوليدات وتكون تجربة وجدار الخوف الخلاص قصر الآن والسلام عليكم هذا هو اللي